عوض بن سالم بوسلحاقة المنهالي المشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بك عوض. يا مرحبا ومسهلا. رحب بك في مهرجان الملك عبد العزيز، وأنت من مرتادي المهرجان ومشاركين يعني أكثر من عام في المهرجان، كيف تشوف المنافسة اليوم؟ والله أشوف المنافسة طيبة ومنافسين كلهم قواء ومعززين، والله بالتوفيق إن شاء الله للجميع. بوسلحاقة شارك العام الماضي وحقق المركز الخامس، السنة هذه هل يحافظ على مركزه أو ممكن دخل منافسين جدد وممكن يتأخر على المركز؟ والله إن شاء الله حنا نطلب كل اللي في مشارك يبغى يتقدم، شفت؟ وحنا إن شاء الله أن نقول يمكن أن نتقدم السنة، الله بالتوفيق. وش تعد جمهورك؟ والله وعد جمهوري أن إن شاء الله مشاركين في كل عام هني وبشرون بالتعزيز وبشرون بالعلوم الغانمة إن شاء الله. وهذا الموسم وش المركز اللي تعدهم؟ والله ما نعدهم، يعدونهم اللجنة، حنا نوعدهم أنهم إن شاء الله في مراكز المقدمة، والله بالتوفيق. بوسلحاقة يمتلك الزعيم يعني من الفحول المنتجة ومن الفحول المعروفة، هل في فحول ثانية أو سلالات ثانية أنتجت مع بوسلحاقة وتواجدت معه اليوم في الميدان؟ نعم، عندنا سلالة الحيشي وأمه بنت عشي والمناع وبناتها مشاركات فوق 30 بكرة، شفت؟ وشارين ويايين من الإمارات، فايز المنقيبة رقم واحد في شوط بينونة، ومشاركة إن شاء الله في مزايزة الملك، والله بالتوفيق للجميع. تعزيزاتكم ومشترياتكم وتجهيزاتكم للمنافسة في بيرق المؤسس. والله التعزيزات والمشتريات من القيض، ونحن مستعدين لهذا اليوم، ونشوف الحلال إن شاء الله أنه طيب والمنافسين حلالهم طيب، والله بالتوفيق.